ساعات اكيد قليله جدا بتفصل كل جمهور الاهلي والزمالك عن مباريات حاسمه بالنسبه لمشوار فرقهم في بطوله دوري ابطال افريقيا النسخه الحاليه، واللي بدأ معقده بدأ بتعثرات، فبالتالي اصبحنا في مرحله مع دخولنا ووصولنا للجوله الخامسه الفوز مفيش اي اوبشن غيره لازم يكون بيتحقق، وكمان في مجموعه النادي الاهلي الفوز مش بس لوحده كافي، لا كمان انت معتمد على نتائج الفرق الثانيه، فالموقف بشكل عام مش أسهل حاجة، ولكن لازم نكون بندعم الفرقتين إن شاء الله يكونوا قادرين يتخطوا مرحلة دور المجموعات. فهذه الفقرة هنتكلم بشكل تفصيلي عن شكل النادي الأهلي ونادي الزمالك والأخبار اللي بيتم تناولها في الساعات القليلة ما قبل انطلاقة هذه اللقاءات. بتنضم إلينا في هذه الفقرة ضيفتنا العزيزة الصحفية في جريدة الوطن نانسي علي. صباح الخير عليكي ومنورانا. صباح الخير يا مريهان، واختارني معاكي النهارده. أنا كمان بتشرف بوجودك معانا. الحقيقة الظروف صعبة جدا جدا، واعتقد الصحافه المصريه بشكل عام ما كانتش رسم السيناريو ده يكون بيحصل، فاحكوا لي كده او احكي لي انتوا باصين وبتتناولوا المشهد اللي احنا واصلين فيه مع الاهلي والزمالك في دوري الابطال بشكل عام. بالتاكيد يعني هاخد من كلامك، وتحديدا النادي الاهلي ما كانش حد متوقع ان هو يوصل للمرحله دي، ان هو يكون مصيره في ايد غيره، يعني مش في ايده زي ما انت قلتي، عكس الزمالك اللي مازال مصيره في ايده ان شاء الله في دوري الابطال، ان هو يقدر يحقق الفوز في المباراتين اللي جايين ايا كانت نتيجه باقي المباريات، هيكون ان شاء الله موجود في الدور ربع النهائي، بعكس الاهلي اللي يعني كل الناس دلوقتي مستنيه مباراه صن داونز والهلال اكتر من مباراه الاهلي والقطن. يعني فبالتاكيد النادي الاهلي وضع نفسه في موقف لا يحسد عليه، الزمالك مهمته مش اسهل حاجه برضو بالتاكيد، ولكن يعني نسبيا هي اسهل من مهمه النادي الاهلي، لان في النهايه هو يكسب المباراتين يتاهل، لكن الاهلي لو كسب المباراتين وحصل اي حاجه في مباراه صن داونز والهلال برضو مش هيتاهل. فبالتالي زي ما بقولك ان فرص الزمالك اكبر شويه من فرص الاهلي. طيب كان في انتظار كبير جدا لمباراه النادي الاهلي امام سان داونز وتحديدا اللي في جنوب افريقيا، فالنتيجه الى اي مدى ممكن نكون شايفينها مؤثره على اللاعبين، وخصوصا ان هي ايام قليله ما بينها وما بين مباراه مهمه، بالرغم ان القطن فريق يبدو هو الحاله الاضعف بكل المقاييس يعني في مجموعه النادي الاهلي، ولكن مهم جدا انت تكون بتحقق عليه فوز وبتكون بتهدم اماله وبتمنعه من ان هو يكون بيسجل اي هدف، خصوصا ان في الكاميرون برضه ممكن يكون في ضغوط على لعيبه الاهلي. خليني يعني اتكلم في حاجتين بخصوص ماتش الاهلي وسان داونز في جنوب افريقيا. اول حاجه ان يعني بالتاكيد النتيجه مؤثره بشكل كبير جدا على معنويات اللعيبه، ولكن خليني اقول ان هي كانت نتيجه، هقول بقى عكس كل الناس، نتيجه متوقعه. الاهلي كان في يعني بدا حاله انهيار كده بشكل تدريجي بعد عودته من كاس العالم للانديه، يعني خليني اقول ان كاس العالم للانديه كان ليه اثر سلبي جدا على النادي الاهلي، لعيبه اصابات بالجمله في الفريق، اجهاد واضح جدا، سفر من المغرب العوده لمصر، السفر للسودان العوده لمصر، السفر لجنوب افريقيا، كميه سفريات في حوالي اقل من شهر مع عدد كبير جدا من المباريات المحليه والافريقيه، فذهنيا انت مشتت اصلا، ذهنيا انت مشتت، كمان انت بدنيا اللعيبه في اسوا حالاتها البدنيه، زي ما بقول لك غيابات واصابات، وكل مباراه بتشكيل مختلف بسبب يعني اجباري، تشكيل اجباري كولر بيضطر يلعب بيه بسبب الغيابات كل ماتش او الاصابات. فبالتالي زي ما بقول لك النتيجه كانت طبعا خمسه يعني نتيجه ثقيله جدا، ولكن كان متوقع ان الاهلي صعب جدا يحقق حاجه، خاصه ان فريق صن داونز فريق قوي جدا، فريق يعني مستواه ثابت سواء محليا او قاريا، ما بيمرش بنفس الظروف اللي الاهلي بيمر بيها، وبالتالي عنده استقرار بشكل اكبر فنيا. فالفوز على ارضه زي ما احنا شفنا كمان تعامل مع مباراه الاهلي كانها مباراه نهائي، يعني هو ما تعاملش معاها لانها مباراه في المجموعه بشكل عادي، فتح المدرجات لجماهيره بشكل مجاني، شفنا تصريحات كبيره جدا في الاعلام الجنوب افريقي قبل المباراه، يعني حرب تصريحات كده زي ما بيقولوا، وقدر ان هو معنويا قبل المباراه ان هو يعلى على النادي الاهلي، وبالتالي كان قدر ان هو يحقق الفوز. مباراه القطن زي ما انت قلتي على الورق هي مباراه سهله نسبيا للنادي الاهلي، اضعف فرق المجموعه بلا رصيد متزايل الترتيب،
ولكن خليني اقول ان هو هيدخل مباراه ومفيش حاجه يبكي عليها، فبالتالي بيلعب على ارضه برده، بيلعب وسط جماهيره. اداره نادي القطن عملت اجتماع مع اللعيبه وقالت لهم هيكون في مكافآت لو قدرتوا تحققوا نتيجه ايجابيه على النادي الاهلي، رغم ان هم ما عندهمش اي امل في التاهل، ولكن لحفظ ماء الوجه زي ما بيقولوا كده القطن هيلعب مفيش حاجه يخسرها، وبالتالي الضغوطات كلها هتكون على النادي الاهلي اللي بيلعب خارج ارضه برده للمباراه الثانيه على التوالي. مباراه مش هتكون سهله على ارض الواقع، ولكن على الورق هي سهله نسبيا. بالظبط. ممكن مين من اللاعبين خلاص انت شايف ان هو لازم يكون بيريح في الفتره اللي جايه، مع العلم ان احنا طول الوقت المحللين بيتكلموا ان مستر مارسيل كولر محتاج يثبت تشكيل، بس الحقيقه عدد كبير جدا من اللعيبه انا بشوف البعض منهم مش فايق فنيا، البعض منهم ذهنيا مش حاضر، بعض منهم ضامن مركزه فما بقاش بيأدي بالشكل اللي كان المفروض يبقى بيأدي بيه من الحميه والاستماته داخل الملعب، فعدد كبير من اللاعبين تحس ان هو انت بره نطاق الخدمه. خليني اقول ان الكلام الفتره الاخيره تحديدا على محمد الشناوي حارس المرمى وقائد الفريق، يمكن طبعا بيمر بحاله اهتزاز كبيره جدا في المستوى، وبالتالي الكلام كتير جدا هل الشناوي في الوقت الحالي محتاج ان هو يريح شويه، محتاج ان الاهلي يتعاقد مع بديل قوي. هو مش عيب على فكره برضو علشان ما يبقاش الموضوع متاخد في نقد الشناوي، شناوي كقيمه وكحارس، حارس كبير جدا لا غبار عليه، مش محل تقييم، ولكن اي بني ادم بيحصل له دروب في اوقات لازم يكون بيريح، ففكره ان احنا نقول ان هو يريح دي مش حاجه تعيب اي لاعب سواء شناوي او غير شناوي، كل اللعيبه في اوقات بيحصل لهم كده. لا طبعا ما فيش اي حاجه تعيبه، وطبعا شناوي حارس كبير، حارس مصر الاول، ياما شال النادي الاهلي وياما كان سبب اساسي في التتويج بالبطولات مع الاهلي او مع منتخب مصر، وبالتالي طبيعي اي حارس او اي لاعب بيمر بفتره اهتزاز في المستوى. كمان خليني اقول ان عدم وجود بديل بنفس المستوى طبيعي ان هو يخلي الحارس خلاص، يعني هو واثق ان هو كده كده مكانه محجوز، يعني هو الشناوي واثق ان كده كده مكانه محجوز، كده كده هيتم الاعتماد عليه، وبالتالي ده ممكن شويه بيتسبب في ان المستوى يقل شويه. زي ما بقول لك كلام اكتر حاجه الفتره اللي فاتت او الايام اللي فاتت، هل الشناوي هيلعب ماتش القطن ولا لا؟ خليني اقول لك كده شويه حاجات من الكواليس في معسكر النادي الاهلي. يمكن كولر هو اللي يعني نيته بتتجه ان هو يريح الشناوي في ماتش القطن، شايف ان هو يعني الماتش ده يريح شويه، يدي فرصه لعلي لطفي في المباراه دي، يمكن يعني ان هو ده يكون يفوق الشناوي شويه. كمان طبعا تواجد طبيب نفسي جديد داخل الجهاز الفني للفريق هيكون ليه عامل كبير جدا مع اللعيبه الفتره اللي جايه، وتحديدا اللعيبه اللي مستواها بدا يهتز بشكل كبير، منهم طبعا محمد الشناوي، ولكن الجهاز المعاون شايف ان لا الشناوي يكمل بشكل اساسي في التشكيل. شايف ان كمان منتخب مصر داخل على مباراه مهمه جدا، وبالتالي طبعا الشناوي هو الحارس الاساسي للمنتخب المصري، جلوسه على دكه البدلاء في ماتش القطن ممكن يعني يربك حسابات شويه في المنتخب ان هو ما يكونش موجود، شايفين ان هو لو هو بقى اساسي في مباراه القطن هيكون طبعا مهم جدا قبل معسكر منتخب مصر كمان ماتشات ملاوي. فخليني اقول لك ان يعني النسبه الاكبر او الاتجاه الاكبر دلوقتي ان هم بيقنعوا كولر ان هو الشناوي يكون متواجد، وكمان كولر عمل جلسه مع الشناوي وبنسبه كبيره هيكون هو الحارس الاساسي امام القطن. انا وجهه نظري ان هو لا يكمل بشكل اساسي في الفريق، عادي جدا ان هو يمر باهتزاز مستوى، الشناوي حارس كبير يقدر يتخطى ده بسرعه جدا عادي في خلال ايام، ممكن يلعب مباراه، شفنا حتى في ماتش الهلال في السودان رغم ان هو دخل فيه هدف كل الناس كانت بتتكلم ان هو خطا منه، بعدها على طول قدر ان هو يتصدر ركله جزاء، ده الحارس الكبير بقى عنده ثبات انفعالي في نفس المباراه ما اهتزش، وبالتالي وجوده في التشكيل الاساسي هيكون مهم جدا طبعا الفتره اللي جايه. بتتكلمي عن اراحه بعض اللعيبه، انا زي ما بقول لك يعني انا الحقيقه كولر بيمر بفتره يعني الله يكون في عونه، الحقيقه هو بيضطر يلعب بتشكيل معين لان هو ما عندوش بدايل، يعني خط الدفاع عنده اصابات كل ماتش بتشكيل شكل في خط الدفاع مجبر عليه، مش يعني مش مضطر ان هو يريح حد، لا هو مجبر عليه. محمود متولي، محمد عبد المنعم مباراه ومباراه لا، بتتكلمي في حسين الشحات بعد ما وصل لاعلى مستوى عنده تعرض لاصابه قعد ماتشين ثلاثه،
احمد عبد القادر نفس الكلام، الخط الهجومي اصلا الاهلي بيعاني من ازمه هجوميه طبعا، وطبعا كله كان بيتكلم عن ان الاهلي كان محتاج ان هو يتعاقد مع مهاجم في الميركاتو الشتوي، ولكن يعني اللي موجود المتاح حاليا هو اللي بيأدي، يعني هو ما عندوش بدائل كتير كمان في الخط الهجومي. خط الوسط هو اكتر خط يعني يمكن ثابت في النادي الاهلي بشكل كبير، برده يعني يمكن عمرو السوليه هو اللي بعد شويه الفتره اللي فاتت، ولكن في النهايه حمدي فتحي، ديانج موجود، خالد عبد الفتاح صفقه جديده، يعني ده اكتر خط مستقر في النادي الاهلي. طيب مستر مارسيل كولر وانت بتتكلمي عنه كده حاسه ان هو محطوط تحت ضغوط وفي حاجات خارجه عن سيطرته بيتحط فيها من تحديات، ولكن ايه اللي يتحمل مسؤوليته في الفتره الاخيره مستر مارسيل كولر بعيدا عن الاصابات؟ بالتاكيد المدير الفني هو اللي بيتحمل المسؤوليه الاولى عن اي نتيجه سلبيه لاي فريق في العالم، دي حاجه يعني الف ب كده كره قدم، هو المدير الفني بيتحمل مسؤوليه اي هزيمه او اي نتيجه سلبيه. لما تيجي تحملي حد هتحملي مارسيل كولر مهما كانت الاعذار، مهما كان الغيابات اللي عنده والظروف اللي عنده. يمكن كولر عنده فكر كده ان هو يعني الفكر ده اللاعب المصري مش متاقلم معاه 100%، يعني كولر يمكن حتى لما بيسجل هدف او بيسجل هدفين بيفضل عادي فاتح الملعب بشكل طبيعي مش بيامن، يمكن اللعيب المصري متعود طول عمره على فكره ان انا ممكن اسجل هدف او هدفين وخلاص ارجع بقى اامن ورا وابدا واقفل الخطوط واحافظ على التقدم بتاعي، يمكن كولر مش بيفكر بالعقليه دي، وبنشوف ده بيتسبب في عوده الفرق قدام الاهلي في بعض المباريات ان هو مش بيقفل الخطوط بعد ما بيتقدم، يمكن دي هي المشكله او مفيش تفاهم بين كولر والفكر اللعيب المصري فيها في المباريات اللي فاتت. طيب نروح لنادي الزمالك، ونادي الزمالك في الفترة الأخيرة طبعا تذبذب في الأداء كبير جدا جدا على مستوى المحلي بيبعد، وآخر خسارة أمام أمبي أبعدته وأحبطته أكيد، بالرغم أن هي كانت جاية بعد فوز مهم جدا على الترجي. فالنظرة العامة كده لظروف نادي الزمالك بشكل عام وبشكل خاص طبعا قبل لقاء شباب بلوزداد، اللي احنا بنقول نادي الزمالك يعني افضل الظروف عن النادي الاهلي لان الفوز في ايديه يأهله، بس الفوز على شباب بلوزداد في الجزائر هتكون مهمة صعبة جدا جدا. بالتأكيد خليني الاول اتكلم بشكل عام، يمكن الزمالك بيمر بظروف صعبة جدا من بداية الموسم، عدم استقرار إداري، كمان بقى خلينا نتكلم بشكل أكبر على الفريق والجانب الفني، طبعا بالتأكيد موضوع فيريرا ورحيل فيريرا وعودة فيريرا واللي حصل ده كله تسبب في حالة من عدم الاستقرار داخل الفريق بشكل كبير، أو خليني أقول بشكل أوضح كمان داخل غرفة ملابس النادي الزمالك. يمكن فيريرا زي كلنا عارفين ان هو عودته كانت بسبب الشرط الجزائي، يعني ده السبب الاساسي لعوده فيريرا، وبالتالي فيريرا لما مشي ورجع ما رجعش فيريرا اللي هو بتاع الثلاث اربع سنين اللي فاتوا مع اللعيبه، يمكن ومع الجهاز المعاون، يعني يمكن ما فيش تفاهم بين فيريرا واسامه نبيه على الاطلاق، ما فيش تعاون بينهم على الاطلاق، يعني فيريرا الجهاز المعاون ما بيسمعش لفيريرا، كمان في بعض اللعيبه ما بتستجيبش لتعليمات فيريرا داخل غرفة خلع الملابس، زي ما بيقولوا كده مفيش حد يلم الفريق في الوقت الحالي، حتى شيكابالا دوره في الوقت الحالي مش أفضل حاجة داخل غرفة خلع الملابس مع الفريق، يعني مفيش حد يلم الفريق، زي ما بقولك كان الزمالك السنين اللي فاتت رغم ان هو كان بيمر بظروف صعبة جدا إدارية أزمة القيد، اختلاف ادارات على مر السنوات اللي فاتت، ورغم كده قدر ان هو يتوج بالكونفدراليه، قدر ان هو يتوج باثنين دوري ورا بعض، قدر ان هو يحقق نتائج الزمالك ما قدرش يحققها وهو عنده استقرار اكبر، ولكن الموسم الحالي الموضوع مختلف تماما، زي ما بقول لك كان الفريق عازل نفسه عن اي مشاكل، ازمه قيد، ازمه ادارات، اي حاجه، كان الفريق لامم نفسه وعازل نفسه عن اي مشاكل خلال المواسم اللي فاتت، لكن الموسم الحالي الازمه داخليه، الازمه فنيه داخل الفريق نفسه. خليني كمان اقول حاجه مهمه جدا، ان الصفقات الجديده ما قدرتش ان هي تثبت نفسها لحد دلوقتي، ما قدرتش ان هي تقدم اللي كان منتظر منها، الناس كلها كانت بتتكلم عن اسماء بعينها وبتتكلم ان اللعيبه دي لازم تيجي نادي الزمالك وهتكون اضافه كبيره للفريق، ده ما حصلش، مثلا نتكلم عن دونجا، عن عمرو السيسي، عن سامسون اللي ما قدمش لحد دلوقتي، ابراهيم ناداي، فيعني كل ده زكريا الوردي مشي، زكريا ما جاش اصلا، فانت بتتكلمي عن ازمات فنيه كبيره جدا، ازمه اداريه على مستوى الفريق بين الجهاز نفسه، شفنا كمان لقطه فيريرا في مباراه انبي، فريق خسران هو بيضحك،
كل دي حاجات بتبقى بتبين لك الفريق ماشي ازاي او الوضع ماشي ازاي داخل غرفه الملابس. والسيطره اعتقد على اللاعبين لما يحسوا انه الشخص المسؤول اللي هو المدير الفني فقد تركيزه مش مركز او مش مهتم او مش فارق معاه او يعني مش حابين نقول كلام شبه كده، لان النادي الزمالك داخل على موقع مهمه جدا ان هو يكون داخل فيها بمعنويات جيده، ولكن برضو عشان طول الوقت بيتم تحميل اللاعبين مسؤوليه وهم طبعا يتحملوا مسؤوليه، المفروض لعيبه كبار ويكونوا بيفصلوا ما بين اي مشاكل اداريه وما بين بقى يعني مجهودهم هم الشخصي في الملعب، لان في الاخر هم عارفين ان في وراهم جمهور وجمهور كبير جدا هم بايديهم يا اما ينيموهم مبسوطين يا اما ينيموهم متنكدين، فده دافع كبير وجود الجماهير. بس في نفس الوقت برضو الناحيه الثانيه تحس في حاجه بتمتص كل حماسك لما تحس ان في تذبذب وفي عدم استقرار وفي تشتت داخل الاداره. يعني بالتاكيد انا ده اللي بقوله لك، ان المواسم اللي فاتت رغم المشاكل الكبيره اللي كان بيمر بيها نادي الزمالك، لكن الفريق كان لامم نفسه، كان عازل نفسه عن اي مشاكل. لكن المره يعني او الموسم الحالي لا، المشاكل في الفريق نفسه. ولكن خليني برضو اقول حاجه مهمه جدا، يمكن الزمالك في الدوري الموسم الحالي ابتعد بشكل ما عن المنافسه يعني، ولكن في دوري ابطال افريقيا هم عندهم امل، وبالتالي مباراه الترجي ادتهم دافع كبير جدا. او يعني خلينا بقى نعدي الهزيمه من امبي، خلينا من الترجي لشباب بلوزداد على طول، انت عندك حافز وعندك فرصه كبيره جدا في دوري ابطال افريقيا، ودي البطوله اللي غايبه عنك بقالها سنوات طويله جدا، فانت بايدك ان انت تقدر ان انت تحقق حاجه في البطوله. طبعا المباراه في الجزائر هتكون صعبه جدا جدا، اللعب امام فرق شمال افريقيا على ارضها ووسط جماهيرها، ومهمه بالنسبه لشباب بلوزداد، انت لو فزت هتتاهل رسميا من ملعبك، فانت برضو عندك دوافع كبيره يعني. طبعا دوافع كبيره جدا، وزي ما بقول لك اللعب امام الجمهور، احنا خلي بالك ان الجيل الحالي مش متعود كمان على اللعب بالزبط. امام الجمهور، فان انت تلعب قدام جمهور فريق من شمال افريقيا مش حاجه سهله خالص لنادي الزمالك، امام مهمه صعبه جدا جدا في الجزائر، مهمة يعني يا إما جوه يا إما بره، فبالتالي اللعيبة المفروض إن هي هتموت نفسها في المباراة دي، هتعمل أقصى حاجة عندها عشان تقدر تطلع بنتيجة إيجابية تحافظ على أملها في التأهل لدور ربع النهائي. محمد صبحي ومحمد عواد، يعني شفنا حصل تغييرات كده على مستوى مركز حراسة المرمى، وصبحي من الحراس المميزين جدا جدا وقدر ان هو يكون بيثبت نفسه في اكتر من موقف. لما رجع تاني نادي الزمالك كان عواد فايق، دلوقتي شفنا التنافس بقى على اشده في مركز حراسة المرمى، تعليقك عليه. يعني يمكن محمد عواد، خليني اقول ان هو الفتره اللي فاتت كان في جلسات كتير جدا مع محمد عواد في نادي الزمالك، لان هو متمسك بشكل كبير جدا في المشاركه. خلي بالك ان محمد عواد ابتعاده عن المشاركه يبعده على طول اوتوماتيك عن المنتخب، وبالتالي محمد عواد متمسك بشكل كبير جدا بالمشاركه في المباراه اللي جايه، وكان بيتكلم ان هو كمان كان عايز يشارك في مباراه انبي، وكان واخد وعد بالمشاركه، ولكن كان الجهاز الفني ليه راي تاني ان محمد صبحي هو اللي يكمل الفتره اللي جاية يعني بعد هبوط مستوى محمد عواد. ويمكن محمد عواد متضايق شوية طبعا من جلوسه زي ما بقولك، لأن ده هيبعده عن مباراة ملاوي مع منتخب مصر، وبالتالي لا يعني انا شايفه ان لا برضو هو محمد صبحي هو اللي هيكمل في التشكيل الاساسي، ده الاتجاه داخل نادي الزمالك وداخل التشكيل داخل سوري غرفه خلع ملابس نادي الزمالك، اتجاه الجهاز الفني لاشراك او استمرار محمد صبحي في التشكيل في الاساسي. رغم يعني كلام كتير جدا مع محمد عواد ان هو متمسك بالمشاركه وبيقول لهم لا ادوني فرصه وانتوا وعدتوني ان انا العب، ولكن حتى الان محمد صبحي هو اللي هيكون متواجد في التشكيل اكيد الأساسي. احنا يعني كل الملامح اللي علاقه بالتشكيل هتكون بتبان، ولكن قبل المباريات بشكل مباشر احنا هنكون متابعه ان شاء الله يوم الجمعه اللي جايه في اطار الجوله الخامسه من دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا. استاذنك نطلع لفاصل، بعد الفاصل نروح اوروبا بقى شويه. ماشي هستحك. تمام. بعد الفاصل لسه مستمره معانا الصحفيه في جريده الوطن نانسي علي، خليكم معانا. اهلا بحضراتكم مره تانية مشاهدينا، نانسي علي صحفيه في جريده الوطن لسه منورانا النهارده، برحب بيكي مره تانية. ومن افريقيا نطلع على اوروبا كده سريعا، امبارح تابعنا ماتشات وفوز كبير جدا بيحققه مان سيتي، مش غريب على مان سيتي، ولكن طبعا ابرز الارقام كانت من نصيب هالاند اللي حقق خماسيه في 35 دقيقه.
يعني لاعب خارق، يعني خليني اقول ده مش بني ادم، ده يعني كائن فضائي عنده 22 سنه بيحقق ارقام قياسيه، بيضرب ارقام قياسيه. امبارح كان عنده فرصه ان هو يعني يحطم رقم ميسي في دوري الابطال، ولكن جوارديولا كان ليه راي اخر. يعني يمكن امبارح هالاند بيسجل 5 اهداف في فوز مانشستر سيتي ب7 اهداف، جوارديولا يمكن خرجه في الدقيقه 62، ولما اتسال بعد المباراه ليه ما ادتلوش فرصه ان هو يقدر يحطم رقم ميسي طبعا في دوري الابطال، قال ان هو لسه لاعب صغير. بصي بقى برده فكر المدربين بره عامل ازاي، يعني قال ده لسه لاعب صغير عنده 22 سنه هيحس بالملل لو هو حطم كل الارقام القياسيه وهو لسه في السن ده. يعني بصي الفكر، يعني قال انا شايف ان هو يبقى عنده حافز في المستقبل ان هو يحطم ارقام اكتر، ان هو وهالاند بقى رده ايه بقى، قال انا كنت عايز اسجل خماسيه كمان، كنت عايز اسجل سوبر هاتريك كمان، كنت عايز اكمل في المباراه عشان اسجل سوبر هاتريك كمان. لا العقليه فلسيه، بنتكلم يعني عن اثنين مش بني ادم، انا بقول لك يعني بنتكلم عن هو كائن. شخص ما بيشبعش من الارقام القياسيه، واعتقد ده هيكون سر نجاحه في اوروبا وتحديدا في الدوري الانجليزي. يعني كمان طبعا طبعا، يعني انا عايزه اقول ان هالاند ده صفقه القرن في الدوري الانجليزي، صفقه القرن لمانشستر سيتي، صفقه مهمه جدا جدا، قلبت الموازين في الدوري الانجليزي. زي ما احنا شايفين مانشستر سيتي بينافس بقوه طبعا على الدوري الانجليزي، كمان على مستوى دوري ابطال اوروبا بيقوده لربع النهائي بفوز كاسح، وبيوجه رساله شديده اللهجه لكل الفرق في اوروبا ان مانشستر سيتي مرشح بقوه للتتويج باللقب لاول مره في تاريخه والموسم الحالي. مباراه كانت مهمه جدا لمانشستر سيتي، ومباراه يعني تاريخيه بالتاكيد لهالاند. بكل تاكيد. طيب ماتشات النهارده طبعا يعني الى حد كبير هي محسومه، ان نابولي يكون بيتاهل على حساب انتراكس فرانكفورت، والناحيه الثانيه للاسف محسومه بشكل كبير لريال مدريد بسبب الفوز الكبير اللي حققوه خارج الديار 5 اهداف مقابل هدفين على ليفربول. كان في تصريحات برضو امبارح ليورجن كلوب، قال انا اتمنى كنت اكون مكان انشيلوتي، يعني بما ان انشيلوتي من وجهه نظر داخل المباراه باريحيه، ولكن هل انت تشوفي انه فعلا المباراه ممكن تكون مريحه لريال مدريد بنسبه 100%، ولا ممكن يكون برضو في يعني ترقب للقاء ده حتى من قبل الجماهير؟ وما فيش حاجه مستحيله في كره القدم، يعني ما دام لسه في 90 دقيقه فخلينا نتكلم ما فيش حاجه مستحيله، ولكن الموضوع صعب جدا طبعا على ليفربول، الخساره ب5 اهداف في انفيلد، والعوده لريال مدريد بقى على ارضه، وريال مدريد طبعا بيمر بحاله فنيه رائعه وهيلعب على ارضه وسط جماهيره، صعب جدا ان انت تكسب ريال مدريد على ارضه بفارق باكتر من 3 اهداف. المباراه صعبه جدا على ليفربول، كمان ليفربول الموسم الحالي بيمر برده بتذبذب في المستوى، مباراه بيكسب والصحف بتطلع بيه السما، ومباراه ثانيه زي ما شفنا مثلا ماتش ريال مدريد بيخسر 5-2 وبيقترب بقوه من توديع دوري ابطال اوروبا. يمكن الفريق النهارده هينزل او اللعيبه النهارده هتنزل، مفيش حاجه تبكي عليها خلاص، يعني هو لازم هيكسب، وبالتالي ريال مدريد خلي بالك بيستغل الحته دي جدا في منافسيه، هو بيسيبك تلعب براحتك خالص ويروح خاطفك. فبالتالي ليفربول النهارده هيضطر ان هو يفتح خطوطه علشان يقدر ان هو يسجل يعوض الخساره. ريال مدريد بالتاكيد هيستغل ده، يعني اعتقد المباراه صعبه جدا جدا على ليفربول، خاصه ان هو عنده غيابات كتير جدا، يعني لويس دياز وعنده نابي كيتا وعنده جو جوميز والكانتارا وهندرسون، 5 لعيبه اساسيه بتغيب النهارده عن مباراه ريال مدريد، وبالتالي يعني طبعا فرص ريال مدريد بنسبه 90% او 85% اقرب للتاهل للدور ربع النهائي. بشكل عام شايفين برضو ان فرق ايطاليا الى حد كبير هيكونوا بيحققوا حاجه بقالها فتره غايبه، بنقول ممكن 10 سنين عن غياب 3 فرق موجوده في دور الثمانيه من ميلان، انتر ميلان واي سي ميلان بيتاهلوا، غالبا النهارده كمان نابولي هيكون بيوصل رغم من تعثر كبير شفناه اليوفنتوس في الموسم الحالي، سواء في بطوله الدوري موجود تقريبا في المركز السابع، عدم تاهله للتشامبيونز ليج ووصوله للدوري الاوروبي برضو حاجه بالنسبه لقيمه يوفنتوس كبيره جدا من التعثرات، بس الكره الايطاليه يبدو ان هي حاضره بقوه. طبعا شيء رائع جدا اللي بتقدمه الكره الايطاليه في الوقت الحالي والموسم الحالي في ظل الازمه الماديه اللي بتمر بيها اصلا الكره الايطاليه، او بعيده جدا الكره الايطاليه ماديا او اقتصاديا عن باقي فرق اوروبا، اللي يعني بنشوف الارقام الخياليه في الصفقات وفي الدوريات، وبالتالي الكره الايطاليه بتقدمه الموسم الحالي انا شايفاه اعجاز الحقيقه. تواجد 3 فرق في دور الثمانيه، نابولي فريق ممتع جدا، نابولي على فكره بينافس بقوه الموسم الحالي، انا شايفه ان هو من
من اهم المنافسين على لقب دوري ابطال اوروبا، بيقدم كره ممتعه جدا، متواجد هيتواجد ان شاء الله طبعا في دور الثمانيه بنسبه كبيره. انتر ميلان بيعود لدور الربع النهائي بعد غياب 12 سنه، اي سي ميلان بيعود للدور الربع النهائي بعد غياب 11 سنه، تتكلمي في سنوات طويله جدا. الكره الايطاليه يمكن يوفنتوس الوحيد اللي كان بينافس شويه السنين اللي فاتت في دوري الابطال، هو بعيد السنه دي، ولكن ثلاث فرق من ايطاليا هتبقى متواجده في الدور الربع النهائي، وكمان هيبقى عندها فرصه ان هي تبقى متواجده في المربع الذهبي. وزي ما بقول لك نابولي انا شايفاه اكتر فريق ممكن كمان يبقى متواجد في النهائي، لا حاجه كبيره جدا بتقدمها وحاجه عظيمه بتقدمها الكره الايطاليه الموسم الحالي. الكره الايطاليه اللي ياما متعتنا وياما صدرت نجوم على الساحه الكرويه بشكل عام في السنين اللي فاتت. انا حابه اشكرك شكرا جزيلا، نورتينا النهارده يا نانسي، وكل سنه وانت طيبه، انت كل عيلتك بمناسبه رمضان، ودايما كده نكون بنلتقي معاكي في صباح اون تايم. نانسي علي الصحفيه في جريده الوطن كانت ضيفتنا النهارده. خلونا قبل ما نختم حلقتنا ناخد برضو توقعاتكم على نتائج مباريات النهارده، او تحديدا نتيجه مباراه ريال مدريد وليفربول في العوده بقى من يعني دور ال 16 للتشامبيونز ليج. نبدا اولى التوقعات من عادل سعودي، صباح الفل عليك، بيتوقع فوز ليفربول 2-0 على ريال مدريد. محمد حمدي فوز ريال مدريد 3-1. سامي مصطفى صباح الفل ان شاء الله 3-1 لليفربول. وعمر جوده صباح الخير عليك، بيتوقع ان المباراه صعبه على الفريقين وبالاخص على ليفربول، لكن اتوقع 3-2 لليفربول. هو هتبقى حاجه سيئه جدا لو ليفربول كان يعني بيسجل اداء بس بالظبط، اللي هو انا برضه ما تاهلتش. بشكرك مره تانية، تحياتي موصوله لحضراتكم مشاهدينا على المتابعه، ودايما نلتقي مع حضراتكم على خير.